منطقة الشرق الأوسط الدول اللي فيها سياحة على طول مستدامة هي لبنان، الأردن، إسرائيل، مصر. ده المنطقة دي اللي هي تشمل السياحة. احنا لو هنقول انه السعودية كانت بتبدأ لسه تاخد شوية سياحة، ولكن احنا بنتكلم على الدول اللي عندها أعداد كبيرة جدا من السياحة. كويس، فالمنطقة كلها طبعا انت عند حضرتك في حاملة طائرات واقفة قبلت السواحل لبنان والمنطقة دي، وفي تهديدات بيمين وبشمال، وفي صواريخ جاية من هنا ومن هنا. ومع ذلك احنا الحمد لله، انا هتكلم عن مصر ملهاش دخل بغيرنا، احنا بالنسبة لنا هنا في مصر الحمد لله لسه الدنيا واقفة على رجليها. مش يعني حصل الغاءات، حصل مثلا بدل ما كان هيجيلك المجموعه 60 بيجوا 40. يعني في انخفاض، في ناس خايفه تيجي. كويس، لكن كمان في نفس الوقت عاوز اقول لحضرتك على حاجه، في مجموعات سياحيه موجوده هنا دلوقتي على الارض بيبعتوا ويقولوا، الناس متعاطفه جدا معانا وبيبعتوا ويقولوا يا جماعه ما تلغوش رحلتكم لمصر، لانه الرحله في مصر كويسه واحنا حاسين بالامان ومفيش اي مشاكل، ومصر كبلد بعيد عن مطرح الاحداث. طب وماذا عن سيناء ايضا؟ هل لا زالت من ضمن يعني القائمه اللي بتشمل الوجهات الخاصه بالوفود السياحيه حتى وقتنا هذا؟ الناس عندها استعداد ان هي تروح لسيناء وتستمتع طبعا بكل الاجواء الجميله هناك في ظل يعني هذا الصراع؟ شوفي حضرتك، لما نقول سينا يعني ايه؟ السايح اللي بيجي من بره، السايح اللي جاي لدهب، فده سايح جاي لدهب على فكره. ما بيبصش بقى على انها في سينا ولا فين، لان هو عارف ان الناس اللي بتيجي بالذات في الفتره دي دلوقتي اللي هو السايح المتكرر اللي جه قبل كده، وهو جه وعارف وسمع قبل كده وسمع ان في احداث. ما هو الناس ياما سمعت انه كان في احداث، الاخبار كانت تقول احداث في سينا وهي موجوده في العريش. كويس، فاللي مش ملم بالخريطه ممكن بيخاف يحجز، بيخاف يجي. جميل، بيبقى ليه يروح منطقه فيها كده. وفي شركات ما لغتش او ما ادتش يعني الفلوس، ما بترجعش للناس. يعني في شركات تقول لك لا هرجع لك فلوسك لانه المنطقه كذا، لكن مثلا الدول يعني انا بكلم حضرتك، انا معايا مجموعه سياحيه حاليا والصبح هم رايحين الاردن. يعني كانوا اللي رايحين. فما زال الوجهات زي ما هي، ما فيش التاثير الكبير. هو في تاثير ولكن مش تاثير كبير. لا يعني مثلا اسرائيل بالنسبه لهم هم في حاجات عندهم على الارض خلاص. صفر صفار. لكن انا بقول لحضرتك مثلا انا معايا مجموعه سياحيه كانت مفروض تبقى 40، اللي جه منهم عدد خلاص، اللي متجه الى الاردن بكره 20، كان المفروض اللي رايح الاردن 28، في 8 لغو. تمام، لكن زي ما حضرتك قلت يعني في انخفاض في المعدلات، وايضا لابد ان نشير ان في تقارير دوليه بتتكلم عن المستقبل، يعني عن الشهور المقبله في السوق السياحي ان هي هتكون مش افضل شيء في ظل هذا يعني او هذه الحرب القائمه حاليا في قطاع غزه. فهل عند حضرتك اي رؤيه بخصوص الشهور المقبله في سوق السياحه المصري؟ لا، هو ما حدش يقدر يتنبأ، لكن انا اقول لحضرتك على حاجه، بمجرد ما الحرب دي تقف الحركه السياحه هتعود برضو لمعدلاتها تاني، لانه التاني زي ما بقول لحضرتك في ناس كتيره جدا دلوقتي مش بتعتمد على اللي بيتقال في التلفزيونات، لانه عارفين ان بيبقى فيه انواع من التهويل وانواع من التخويف وانواع من كذا، وفي ساعات بتتعمل حملات ممنهجه لان هو يرعبك انك تروحي الحته الفلانيه عشان تروحي حته ثانيه، وده بيبقى معمول لصالح دوله ثانيه.